للنقاش حول تصريحات السوداني عن بقاء القوات الأمريكية في العراق وما يكشفه عن تناقضات شركاء العملية السياسية حول هذا الملف، ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية السيد فرات خورشيد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أولا، وفد أمريكي سيصل إلى بغداد قبل زيارة مرتقبة للسودان إلى واشنطن بشأن التباحث باتفاقية الإطار الاستراتيجي، هذا يتزامن مع رغبة أو طلب السوداني ببقاء القوات الأمريكية. كيف تقيم هذا الموقف العراقي من الحكومة ومن خلفها الميليشيات؟ من الواضح أنه محمد الشيع السوداني قد قدم إشارات عديدة قبل هذا الأوان، من خلال مثلا عندما قررت الولايات المتحدة الاعتراض على قرار أوبك بخفض الإنتاج، صرح محمد الشياع السوداني بعدم رغبته بتخفيض إنتاج العراق وأنه ليس من صالح العراق تخفيض الإنتاج، وهذه إشارة تودد للولايات المتحدة الأمريكية وتأييد لمواقفها مسبقا قبل وصوله إلى رأس هرم السلطة في العراق، وهذا ما جعله يتردد أكثر من مرة في الحديث مباشرة عن موضوع القوات الأمريكية وتواجدها قبل تسلمه المنصب، إضافة إلى الزيارات العديدة لوزيرة الخارجية فوق العادة إلينا رومانسكي لمحمد الشياع السوداني مع بداية استلامه لمهامه كرئيس وزراء للعراق، وكلمة وزيرة خارجية أو سفيرة فوق العادة هذا يعني بأنها لها اتصالات مباشرة مع البيت الأبيض وليست بحاجة إلى الرجوع إلى وزارة الخارجية الأمريكية في كل الإجراءات والمباحثات التي تجريها، ويمكنها أيضا استلام تعليمات مباشرة من البيت الأبيض أي من الرئيس بايدن. محمد الشياع السوداني يطمح لأن يرسخ وجود قوات تشكل نوع من التوازن، لا يريد أن يبقى معتمدا فقط على ميليشيات في حالة صراع قد ينهار تحالفه في أي لحظة ويجعله في مهب الريح هو وحكومته، لذلك فوجود القوات الأمريكية في العراق كطرف يمكن أن يوازن العمل الأمني يعني داخل العراق لضمان استمرار حكومة محمد الشياع السوداني. نعم. طيب، مصادر صحفية أكدت أن ميليشيات الإطار التنسيقي هي من أعطت الضوء الأخضر للسوداني لطمأنت أمريكا على بقاء قواتها، في المقابل هناك بعض زعماء الميليشيات يعارضون ذلك في العلن، ما حقيقة الموقف؟ طبعا كلنا نعرف أن المعارضة فقط إعلامية، وكل ما حصل حتى الفترات السابقة يعني قبل حكومة محمد الشياع السوداني خلال حكومة مصطفى الكاظمي كانت عمليات إطلاق الصواريخ ومهاجمة القواعد الأمريكية، هذه كانت بأوامر من إيران وليست برغبة مباشرة أو إرادة حقيقية للمقاومة من فصائل ما يسمى بالمقاومة في العراق. الاتفاقية الاستراتيجية لها بنود تم الاتفاق عليها في عام 2009، من ضمن هذه البنود أنه لحق لأي طرف من الطرفين في الاتفاقية إنهاء الاتفاقية على أن يتم إخطار الطرف الآخر قبل سنة من تاريخ إنهاء الاتفاقية، ولم يقم الجانب العراقي لا بإخطار الجانب الأمريكي برغبته بإنهاء هذه الاتفاقية تحريريا، ولم يقم البرلمان العراقي بمناقشة هكذا قرار بشكل جدي أو إصدار هذا القرار، رغم أن الحكومة كانت تحت سيطرة نفس هذه الفصائل ونفس حزب الدعوة، كل رؤساء الوزراء من تاريخ تطبيق الاتفاقية ولحد الآن هم لنفس الحزب، فلو كان هذا الحزب والفصائل المنضوية تحته أو المؤيدة والمتحالفة معه جادين فعلا بإخراج القوات الأمريكية لتمكنوا من إصدار قرار برلماني وتشريعي وإخطار الجانب الأمريكي قبل سنة لتنفيذ إلغاء الاتفاقية. من ناحية أخرى أستاذ فرات، بحسب المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي قال إن الكثير من المسؤولين في العراق يدعون إلى الانسحاب من العراق في العلن ويؤيدون بقاء القوات الأمريكية في السر، وهذا ربما يكشف حقيقة الموقف، موقف تلك الميليشيات من ذلك ومحاولة كسب الموقف إعلاميا أو في الانتخابات من الشارع العراقي. تلك الميليشيات بعد أن استطعمت السلطة والجاه الذي كسبته
من خلالها، والموارد المالية الضخمة التي تدرها عليها الوزارات من خلال الشخوص الذين يمثلونها في إدارة تلك الوزارات، والعالم كله وليس فقط العراقيين يعرفون مدى الفساد الموجود في هذه الوزارات، وأن التنافس بين الأحزاب على إدارة الوزارات وإنما هو فقط تنافس على المكاسب التي يمكنهم تحقيقها لأنفسهم من هذه النقطة. نعم فما يحصل من قبل الفصائل هو فقط رغبة بالبقاء بالسلطة. لا ننسى أن نذكر بأن هذه الحكومة حينما تشكلت لم تتشكل بدعم إيراني، الفصائل التي دعمتها إيران لم تفز في الانتخابات، حتى وإن كانت نسبة الانتخابات ضئيلة من ناحية المشاركة ولا تمثل الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال، ولكن من أوصل هذه الأحزاب التي تمثل الإطار التنسيقي اليوم هو انسحاب التيار الصدري، وليس دعم من إيران ولا قدرة إيران على إدارة الملف السياسي في العراق كما كانت في السابق. نعم. طيب، يعني أيضا في نفس الإطار، الأحزاب والميليشيات التي كانت تعترض على الوجود الأمريكي مثلا في فترة رئاسة الكاظمي للحكومة وكانت تقصف السفارة الأمريكية، بماذا تفسر عدم معارضة تلك الأصوات للوجود الأمريكي الآن ولتصريحات السوداني عليها؟ ما الذي تغير في موقفها؟ الذي تغير هو أنها هي من أصبحت في السلطة، يعني كل تلك التصريحات والأعمال والأفعال التي كانوا يقومون بها هي فقط سعيا لإسقاط سلطة واستلام السلطة محلها. عندما أصبحت الأحزاب في السلطة تغير خطابها بشكل كامل في كل المواضيع وليس فقط في موضوع القوات الأمريكية وتواجدها. نلاحظ كيف تغير خطابهم من ناحية خفض سعر الدولار، الارتفاع المفاجئ والغير طبيعي في سعر الصرف للدولار العراقي الأمريكي مقابل الدينار العراقي، كان سابقا يعني يعتبر قضية للحوار والنقاش والتصريحات الرنانة للإطار التنسيقي وحلفائه، أما الآن فهم يحاولون أن يرمون الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وقد يكونون محقين في جزئية من هذا الموضوع، ولذلك حرصهم على استمرار العلاقات بشكل يعني لين مع الجانب الأمريكي قد يجنبهم ما هو أسوأ، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من ارتفاع للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وسخط الشعب العراقي من هذا الموضوع نعم قد يسبب إلى انهيارهم سريعا، وهم يحاولون البقاء في السلطة من خلال كسب، ويقينهم بأن إيران لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا مثل السابق، خصوصا قبل 3 أيام حينما طلبت إيران من أهم حلفائها الذي لا يقل مكانته عن العراق في حلف إيران وهو الجانب السوري، حينما رفضت إيران أن تستمر بتزويد الجانب السوري بالنفط الإيراني المدعوم، واشترطت كذلك أن يتم الدفع مسبقا. فهذه كلها إشارات يعني هي يفهم إشارات منها مهمة، لكن أتوقف عند نقطة مهمة أيضا أستاذ فرات، وهي مبررات السوداني والميليشيات الداعمة للوجود الأمريكي أو التي ترغب بالوجود الأمريكي، بنيت على أساس أن الأوضاع الأمنية تحتاج للمساعدة الأمريكية لمحاربة داعش، مع أن حكومة العبادي سابقا قبل 5 سنوات كان يقول بأنه تم القضاء على الإرهاب منذ فترة ولا حاجة لهذه القوات. طبعا هذا النصر المزعوم الذي تحدثوا عنه هو لم يكن نصرا حقيقة، وإنما كان عبارة عن حرب إبادة، ولذلك استعراض النصر الذي قام به حيدر العبادي لم يكن سوى استعراض فارغ من محتواه الحقيقي. أي نصر هذا الذي تحققه قوات على مدنيين من مواطنين بلدهم؟ أي نصر هذا الذي يتحقق على أشلاء أكثر من 50,000 مدني وتدمير ل 80% من المدن التي دارت فيها المعارك ويسمونه نصر؟ النصر هو أن تنقذ حياة مواطنيك، النصر الذي تتباهى به الدول وجيوشها هو بالحفاظ على مواطنيهم وبلدهم وحمايتهم وليس بالتدمير والقتل. لذلك اليوم محمد الشيعي السوداني أو هذه الأحزاب يعتبرون الحاجة لوجود القوات الأمريكية بسبب تنامي وجود داعش، هذه أكذوبة أيضا من ضمن أكاذيبهم التي يتسترون بها لإخفاء غاياتهم أشكرك. الحقيقية ومصالحهم المبطنة في الاستمرار والبقاء بالسلطة.
أشكرك جزيلا الأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية.